مشاهدينا أسعدتم مساء، إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يكون هناك طقس ربيعي معتدل ومشمس أثناء النهار، ظهور بعض السحب العالية، لكن الأجواء تميل إلى البرودة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ تراجع الكتلة الهوائية الحارة التي تمثل اللون الأحمر الغامق، تراجعها إلى المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة وباتجاه شرق المملكة، وبالتالي بدأت المملكة أو بالتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى تمثل هذا اللون الأصفر الذي يسيطر على المملكة تقريبا، لكن الثلاثاء والأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء صافية تقريبا لطيفة في بداية الليل، لكنها بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر تميل إلى البرودة، والصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة انخفاض على درجات الحرارة يوم الاثنين، العظمى المتوقع أجواء ربيعية لطيفة أثناء النهار ومشمسة، العظمى المتوقع 23 درجة مئوية، أيضا أجواء تقريبا ما بين لطيفة إلى تقريبا تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، والصغرى المتوقعة 16 درجة مئوية. يوم الثلاثاء والأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة أو ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء مشمسة ربيعية مشمسة معتدلة أثناء النهار ولكنها لطيفة أثناء الليل، العظمى المتوقع يوم الثلاثاء 26 درجة مئوية والصغرى المتوقع 15، الأربعاء أيضا العظمى المتوقع 26 درجة مئوية بينما الصغرى المتوقع 15 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة، المناطق الشمالية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، إربد 25-17، عجلون 23-16، جرش 26-18، والمفرق 26-16 درجة مئوية. عمان والمنطقة الوسطى البلقاء 23-17 مع ظهور بعض السحب خاصة في ساعات الصباح الباكر، مأدبة 24-16، البحر الميت 33-24، عمان 23-16، والزرقاء 26-18 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أيضا أجواء لطيفة بشكل عام، الكرك 24-17، الطفيلة 23-16، الشراه 22-13، ومعان 28-18، وخليج العقبة 33-24 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء معتدلة نهارا لكنها لطيفة ليلا، الأزرق 30-18، الصفاو 31-18، والرويشد 30-19 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.